السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم متابعي قناة عالم النحل أبي، وكذلك الصفحة على الفيسبوك تربية النحل ولاية سطيف الجزائرية. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم أصدقائي الكرام هو العكبر أو البروبوليس أو سمو النحل. إذا العكبر هو مادة يأتي بها النحل من براعم الأشجار، يغلق بها الشقوق وكذلك يثبت بها الأقراص فيما بينها، وينقص بهذه المادة ينقص من باب الخلية عندما تكون عندما تتسرب تيارات هوائية باردة، وممكن حتى إذا دخل أي عدو من الحشرات أو حتى فأر إلى داخل الخلية يقوم النحل بقتله وتحنيطه بالعكبر لكي لا تتحلل أو لكي لا يتحلل جسم هذا العدو الذي يدخل الخلية. العكبر يعني معروف مادة فيها فوائد كبيرة خاصة عندما تخلط مع العسل. طريقة سأتكلم عن طريقة طحن العكبر أو كيف نطحن العكبر. أولا نأتي بالعكبر وهذا مطحون، لكن أنا يعني قمت بجلب عكبر خام عجينة مثل الذي يوجد هنا في الشباك، هذه المادة مثلا هذه، و قمت بتقطيعه على شكل قطع وضعته في الجزء المتجمد في الثلاجة. بعد يومين أو ثلاثة مباشرة أضع القطع في طاحونة القهوة وأقوم بطحن الأكبر. عندما أقوم بطحنه نتحصل عليه كما هو هنا، فيه الأكبر الأخضر قليلا وفيه البني، البني يعني اللون البني حسب المنطقة، حسب المنطقة. هذا قمت بطحنه منذ حين، وطريقة كما قلت لكم أضع قطع خام هنا وأقوم بطحنها، ثم أنزع العكبر المطحون أضعه في صحن، يمكن حتى تصفيته بالغربال. ولكن في بعض الأحيان النحال يواجه بعض الصعوبات أثناء طحنه للعكبر، وهذا راجع للمدة التي تكون، يعني يجب أن يسرع النحال في طحن العكبر وتحضيره ثم وضعه في برطمانات زجاجية أو في عبوات زجاجية. إذا رأى أن النحال يعني التصق في المطحنة أو التصق هنا، يعني جزيئات الأكبر التصقت فيما بينه، مباشرة ماذا يفعل؟ يقوم بإرجاعه للمجمد كما هو هكذا حتى وتكون قطع أو يكون قطع خام. إذن أنا أرجعته أصبح بهذا الشكل، يعني جزيئات الأكبر غير متماسكة متشتتة نظرا للبرودة الكبيرة في الثلاجة. يعني ها أحركه عادي، يعني دون أن يلتصق في بعضه البعض ويصبح عجينة كما كان في الأول. إذا لاحظت أن العكبر بدأ يلتصق أرجعه إلى المجمد، يصبح سهل التحريك. هذا في حالة ما إذا أردنا أن نستعمله أو نملأ به العبوات، دائما النحال يجد صعوبات. إذا مقادير استعمال العكبر مع العسل هي 10 غرامات من العكبر المطحون مع 500 غرام من العسل، مثل هذه وضعت فيها 10 غرامات، ونقوم بالتحريك جيدا. قلت نقوم بالتحريك جيدا هكذا هذا الشكل. يعني العكبر مع العسل فوائد عظيمة، يعني ما شاء الله فوائد عظيمة. يعني العكبر هو أصلا لوحده في فوائد، رافع للمناعة، كذلك يعالج حتى يعني الأمراض الجلدية، الكثير الكثير من الفوائد. مع العسل يصبح يعني ما شاء الله خلطة تعالج بها إن شاء الله كل الأمراض. منتجات النحل يعني هي مطلوبة بكثرة وفيها فوائد كثيرة.
إذا هنا وضعت 10 غرامات من العكبر في عسل جديد، هذا عسل مرار. أما الاستهلاك فيكون يعني قبل النوم بدقائق، أو كذلك في الصباح الباكر عندما نستيقظ نقوم بأكل ملعقة صغيرة، ملعقة شاي هكذا، واحدة قبل النوم وواحدة في الصباح الباكر على الريق، وإن شاء الله يكون في شفاء يا ربي بإذن الله. إذا كانت هذه طريقة تحضير العكبر المطحون وكذلك المقادير المستعملة مع العسل. شكرا لكم وإلى اللقاء إخوتي الكرام، ولا تنسوا دائما دعمنا والاشتراك في القناة. إلى اللقاء.